العمل حاليا مستمر في محطة مشروع محطة قطار الموصل، وفي مراحله النهائية لإكمال الهيكل الإنشائي، وإن شاء الله في مقتبل العام الجديد راح نبدأ في أعمال الإنهاءات للمشروع. أحد الأجزاء الرئيسية من البناية الرئيسية اللي هو الجزء رقم 4 اللي يشمل القاعات الرئيسية والاجتماعات والمطعم الرئيسي للمحطة كامل حاليا كهيكل، وباقي جزء بسيط بالجزء رقم 5 و6. هو ضمن جدول تقدم العمل مع حساب التوقفات اللي نتيجة الأمطار مع أمطار، يعني ضمن الخطة. نسبة العمل حاليا 43%، حاليا ما عندنا معوقات. أغلب المواد الإنشائية حاليا هي محلية، الحديد التسليح من أربيل عيجينا صناعة وطنية، والسمنت ايضا صناعه وطنيه، والعمل من داخل المحافظه. اكيد كل ماده تدخل في الانشاء تدخل فحوصات مختبريه دقيقه ايضا. والله الشركه المنفذه جيده حاليا، تمشي ضمن الخطه وضمن التوجيهات دائره المهندس المقيم.